احسن. الجلسة اليوم هي جلسة تقنية ولعرض أهم مراحل تقدم للانتخابات المقبلة وكيفية صياغة القوائم والتقدم إليها والوثائق الضرورية لذلك. هو احنا اليوم مش باش تعرضوا لبرنامج الحزب، لأنه برنامج الحزب سيقع الإعلان عليه في بداية شهر سبتمبر، ولكن اليوم باش نركزوا على ثلاث محاور. المحور الأول إعداد القائمات الانتخابية وكيف يقع ذلك، وهذا احنا قطعنا فيه شوط، ولكن هناك بعض الغموض مع المكاتب لابد أن نوضحوه، كيف تم الاختيار وعلى أي أساس وكيف سيتم الاختيار النهائي على القوائم. اثنين، القانون الانتخابي، كيفية الالتزام بالمواعيد والتوقيت والمصاريف الضرورية للحملة. ثلاثة، هو عمل المكاتب على مستوى الهياكل والقواعد للتعبئة للعملية الانتخابية والحملة الانتخابية. تقريبا هذه النقاط الرئيسية الثلاث. هو مبدئيا هو أكيد اللي كان الحزب عنده مرشح وش يكون رئيس الحزب السيد سليم رياحي. هذا الموضوع تقدمنا فيه أشواط، مبدئيا السيد سليم رياحي سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، ولكن هذا لا يعني أنه الأمر مازال سابق نسبيا لأوانه، باعتبار تقديم الترشحات للقوائم الانتخابية البرلمانية يسبق الانتخابات الرئاسية. وبالتالي اليوم نحن نتعامل بأكثر وضوح وبأكثر جدية وبأكثر معناها سرعة مع مسائل القوائم الانتخابية، ثم سيأتي بين يوم 8 سبتمبر و 22 سبتمبر على ما أظن تقديم الملفات الترشح لرئاسة الجمهورية، اللي تعرفوا يتطلب شروط، منها التزكية من 10,000 ناخب والتزكية من 10 نواب، وهذا يتطلب أيضا عمل يقع اليوم أيضا تدارسه مع هيكلنا وقواعدنا لحثهم على العملية هذه. لا بالنسبة للقوائم الانتخابية تقريبا بنسبة 80% فما وضوح، ولكن من حبذ ما نعلنش على أسماء الآن. بطبيعة هو حزب الاتحاد الوطني الحر هو حزب يراهن على المرأة، وهناك جانب قوائم تترأسها النساء مثل الأخت حنان ساسي على قائمة صفاقس واحد، وهناك وجوه أخرى جديدة ورجالية، وإحنا النساء جزء فعال من قوائمنا الانتخابية وجزء مهم وله دور، ونراهن على المرأة في العمل السياسي.